فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس كل جورب على حدة بعد غسله؟ لا بد عندما يلبس الخفين أو الجوربين لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة، بعد كمال الوضوء، توضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين، ولا يكفي أنه يغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس، وذلك لما في حديث كما يأتي في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من إكمال الطهارة قبل اللبس. نعم.